برضو احنا دخلنا لهنايا الاير بي ان بي. اوكي سو احنا دابا في الاير بي ان بي، airbnb.com. اوكي سو غادي تدخل في الاول غادي تبان لك ويلي 287 دولار الليله، 613 دولار بزاف عليا الليله، او 120 الفري الليله. نو هادشي ما يخلعكش، هادي الواجهه. سو هنايا كتجي لهاد البلاصه هادي ديال anywhere ولا any week ولا شي حاجه. المهم كتجي لهنايا كتختار ان فين اشمن ولايه غادي تجي ليها. نفترضوا دابا حنايا جاي انت لواشنطن ستيت، جاي لسياتل، غادي دير مثلا في واشنطن ستيت غادي تحاول تبعد شويه من 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 داون تاون، لانهم تيكونوا غاليين، تيكونوا سياحيين كيطلعوا على الماء. نفترضوا نكتبوا حنا تاكوما. تاكوما هي واحد المدينه كبيره بزاف عندنا هنا في واشنطن ستيت، اللي فيها الويرهاوسات، فيها بزاف الحوايج، عقلوا عليها تاكوما. نفترضوا انت دابا حنا في مارش، يلا دخلنا في مارش، غادي تجي نتايا في ابريل، وحاول ما امكن تبوكي بثلاثه السيمانات قبل. نفترضوا غادي تجي في شهر جوج، عفوا غاتجي في جوج في شهر أربعة، وحنا غادي نديرو سيدي نديرو مثلا شهر. حنا واخا انت غادي تقول الشهر هنا الكاست غادي تختار تخليهم تخلي غير واحد هنايا لانك انت جايب وحدك. هادو خلاص، يعني واش انت كبير، الوليدات، بيبي صغير، لا عندك كلاب ولا قطوطه، داكشي ما كيهمش، كتبرك على سيرش. اوكي سو هنا اغلبيه كيبقاو يبانوا لك البرطمات، ولكن انت كتقلب على البيت. ها بحال دابا البيت، ها هو بيت بالكوزينه بكلشي بشحال 700 دولار. شوف شحال نقصوا لك، 1000 كانت 1692. كون كنتي غادي تمشي بالليل غادي كنتي غتخلص مليون ونص، ولكن بما انك غادي تكري شهر فانت 700 دولار هي اول وحده طلعت لي. غادي نبركو على البيت غادي تشوفوا كي داير. هنا البيت، هذا الكوزينه، عفوا الدوش، الكوزينه، هاد الدخله ديال الدار، هالكوزينه كتسكن مع في دار اللي فيها الناس، كيعطيوك البيت ديالك. البيت ديالك فين هو؟ نقلبوا عليه، ما عرفتش فين هو، واش هو هذا البيت ولا اوكي. هادي الدار، الطواليت، الدوش، وغتسكن. الجميل في الامر هو انك غتجي ديريكت غتسكن مع مراكنا. تخيل معايا، يلاه جيتي لميريكان ويعرفوك جيتي جديد، غتولي معاهم صديق بلا ما تسولهم. 700 دولار شهر كامل. اوكي سو نخرجوا من هنا نمشيو لاعلان اخر باش ما نقولكش فين واش هذاك انت حاط عليه. نمشيو نهبطوا لتحت، هادو كاملين برطمات، هادو كاملين جايين في بلايص واعرين، ما عندك ما دير بهم، انت جاي جديد. هذا 806 دولار بيت كامل. تاكوما بعدا في سيمنتك الاولى غادي تلقى الخدمه. اوكي سو هنايا شوف تبارك الله الكوزينه، الفوتوي، عندك الفوتوي، التلفازه، ها البيت ديالك، ها هو البيت ديالك بالناموسيه، كيعطيوك الناموسيه، كيعطيوك الفراش، كيعطيوك الفوطه، عندك الماء انت في الكوزينه، عندك الماكينه الصابون، شنو اخر؟ عندك واحد القطه هو يونسك من الغربه. اوكي سو باش نقول لكم واحد الحاجه اخرى اللي غادي تفاجئكم بزاف، اللي هي زوينه زوينه بزاف، هي عين عين قبل ما نقول لكم غنشوفوا الثالث. سو هذا قلنا هذه 891، حنا ما نمشيوش ديال 800، نمشيو حنا ديال 700. ها هو بيت 770 دولار. نمشيو حنا شي حاجه رخيصه كاع. البنات اللي كيسولوا راه بنات ودراري كيف ما بغيتي تكوني، ما كيقولوا لا بنت لا دري. هادو اللي كتشوفهم 1200 1200 هادو تيكونوا برطمات. انت ما باغيش تسكن في برطمه، يلا جيتي جديد، جيتي على قد الحال. نمشيو نقلبوا على حنا شي حاجه ديال ولا كاع نمشيو حنا الفيلتري، وكاع اجي نفيلتري. غادي نديروا البرايس من 150 دولار حتى 700 دولار ماكس. حنا نديروا برايفت، برايفت روم هي بيت بوحدك، بيت بوحدك، عقلوا عليها، لانك انت ما بغيتيش برطمه. طبيعه الحال شيرد باثروم. اوكي شوف فايف هاوس. اوكي ها هما اللي قلت لكم، هاي 644. فين تلقى بعدا اللي غيكريك ب 644 دولار؟ وغادي وعقل على كلامي هنا مزيان، 644 دولار شهر، ارخص من ارخص الحوايج. عرفتي شنو هي 644 في واشنطن ستيت؟ في سيمانتك الاولى غادي تخلص الكرا وتخلص كل شيء، ثلاثه سيمانات الاخرين كلهم غيمشيو للسيفينغ، تلفازة، نتفليكس، وراه كيعطوك حتى نتفليكس انت اسيدي، ونتفليكس كيعطوك نتفليكس بالكود، المايكرو هذا، المايكرويف هذا، الفرفار الا جاك البرد ولا الصاد، الضوء عاطيك حتى الشارجور، الكوزينة، القهوة لو بغيتي تصاوب قهوتك الصباح، طواليت، طواليت البلدية راه ما كاينينش هنا بعدا اخوتي العزاز، باش
اوكي سو دابا شفنا هادي البيت 641 651 700 570 كاع، لانك انت كل دولار خاصك تسيفيها، كل دولار انت سيدي هذا ب 570 يا رب. والناس اللي ما عارفين شانتا شهر في البدو ديال شهر شهر 4 حتى الاخر ديال شهر 4 يعني شهرين غادي يطيح لك ب 10000، لانه كل ما كتبوكي شهر اكثر كل ما كيديروك تخفيضات. اوكي سو هادي جاتكم زوينه والله الا سفيان تبارك الله عليك ذكي ذكي ما عندي ما يتسالك اخي سفيان، عرفتي نقصي لينا بزاف ديال المشاكل. انا غادي نزيد نقول لك الحاجه الزوينه، انا غادي نقول لك الحاجه الواعره في هادشي كامل. عين ار التليفون واحد الحاجه زوينه بزاف نقاد التليفون، هادي مهمه، هادي مهمه بزاف اللي طبيعه الحال ما كيقولوهمناش. يا تمنيت كون كانوا عطاوني هاد المعلومات فاش نجي في الاول، والله ما كنتش غادي ندوز واحد الشهر في تكساس وكنت غادي نصبر ونخسر فلوس ولكن ماشي مشكل، فاش ما كنتعلمش كنتعلمها عن طريق الوقت، نقول ماشي مشكل نبارطاجيها مع الدراري والبنات لعل وعسى في الجنه ان شاء الله توقف عليا وتقول لي شكرا. ديك هي اجمل حاجه، اما الفلوس راه فلوس كتمشي وتجي. سو الجميل في الامر من هادشي هذا كامل، وهذه هو الطب ديال كلشي، وغادي نتطرق. اول حاجه كتجي ما كتشوف حتى شي واحد، حتى واحد نتيقولك عطيني لاكارت ديالك، حتى واحد نتيقولك عطيني السوشيال، حتى واحد نتيقولك عطيني كتعطي غير البيرمي ديال البيرمي عفوا تعطي الباسبور اللي هو الاي دي ديالك فيه الباسبور، داكشي كتعطي له. لان الاير بي ان بي ما دارش للناس اللي ساكن اللي غيجيو يستقر، دار اون جينيرال الفاكونس ولا جيتي تستقر ولا دايز باساجي ولا شي لعبه كتجي دوز وكتجلس. سو اول حاجه ما كتشوف حتى شي واحد، الا شفتي كتلقى مول الدار اللي كيكون غالبيه امريكاني، وامريكان اي كيشوفوك انت مازال جديد اول مره يلاه جاي جديد تيدرك فوق راسو تيقول لك ها انت خاصك شي حاجه نجيب لك لاكارت نعاونك، كيديروك فوق راسهم فاش تكون اول مره جيتي امريكان. ثاني حاجه باش حسن من انك تمشي تسكن بوحدك في دار ولا تسكن مع المغاربه ولا تسكن مع مهاجرين اخرين، فاش كتجي في الاول تسكن مع المغاربه تيقول لك عطيني 500 دولار ديال ديبوزي بالفرنسي نتوما كتقولوا وقيله ديبوزي، هي بالانجلي المهم ديبوزي، اللي هي بحال مثلا انت غادي تسكن عندي في البيت ديالي في الدار باش نضمن راسي انك انت غتسكن وما تهرس ليش الحيط ولا شي لعبه، خصني ناخذ من عندك واحد 600 دولار واحد 700 دولار. فانت جاي الميريكان وغتخلص بيت ب 600 ولا 700 دولار زائد 600 دولار ديال كتقولوا الفرنسي سيكوريتي يعني ديال ضمني باش ما تهرس ليش الدار ولا باش مثلا تسرق ليا شي حاجه. ثالث حاجه الكلينين ولا واحد الفيز اللي كتخلصهم من بعد 200 300 دولار هذوك كيرجعوها لك، يعني انت باش جاي تسكن مع واحد ما جيبش غير 600 دولار، انت غادي تخسر 1700 1800 دولار ثلاثه د المرات. الوغ اير بي ان بي ما كتخلص حتى شي لعبه، كتخلص غير النيتواياج مع الكرا كطيح لك يا اما ب 600 ولا 700 دولار، شو شحال اقتصدتي. ثالث حاجه حتى واحد ما كيجي لعندك يبقى يقول لك مثلا سميتو لا ما بغيتكش دير هادي لا ما بغيتكش دير هادي، لان اير بي ان بي كيعطوك البرايفسي ديالك يعني الخصوصيه ديالك كامله. حتى واحد ما يجي لعندك يقول لك هذيك المقله ديالي لا ما تقيس لياش هذاك الكوكوت ديالي لا ما تقيس لياش الكاس ديالي لا ما تقيس لياش الفراش ديالي، اير بي ان بي كيعطيك حتى الفوطه كلشي حتى من الشارجور راه كيعطيو لك كلشي كاين. انت كتجي كتدخل كتنعس كتفيق كتمشي للكوزينه كتلقى القهوه كتلقى المهم من غير ما كلتي كري كتمشي تشريها بطبيعه الحال من بعد. سو واحد الاختصار اللي انا تمنيت فاش كنت جاي امريكا نكون عرفته، ما كنتش عارفه كنت عارف اير بي ان بي ولكن ما كنتش عارف انني نقدر نديرها من تمايا. شنو هي النقطه الاخرى هو انك انت اللي كتحكم على فوقاش تمشي تخرج وما تخرجش. يعني مثلا جيتي جلستي شهر وكتخلص غير 600 دولار وكتشوف يا بغيتي تمشي تسكن في دار بوحدك مع الناس اخرين راه خاص غتخلص اكثر من ديك 700 دولار في الشهر، غتخلص اكثر بالديبازي وديك العالم غتيح لك اكثر باش تسكن، وغادي تدخل فيها السوشيال سيكوريتي ديالك وغادي تدخل فيها بزاف د الحوايج اللي غادي يديو لك غير الوقت، وخاصك تسنى الباك جراوند اللي كتخلص واحد 60 حتى 70 دولار باش كيشوفوك انت واش دوزتي الحبس واش خلصتي الوريقات واش فايد شدوك واش فايد درتي مخالفات. يعني كتسنى واحد البروسيس ديال ما بين 3 ايام حتى سيمانه باش كيخرجوا المعلومات ديالك، هذا معروف في امريكان باش يلا تيقول اوكي انت غادي تسكن عندنا. شو شحال ديال الفلوس كتختصر. وكاينين الناس اللي من نهار جاوا امريكان وما ساكنين غير في الاير بي ان بي،
لانه تيقول كان نسكن بيت في 600 دولار احسن من نسكن في 900 دولار وعندهم مراقبين معلوماتي الشخصيه وهذه وهذه. والنهار اللي بغي نخرج يقول لا تتسنى تتسالى العقد ديالك، لان فاش كتسكن في دار كتسني معهم الليز اللي هو يا اما 6 شهور عام عامين. اير بي ان بي تخرج من غد ماشي من غد، يعني كتكري سيمانه شهر كتساليهم كتخرج كتمشي بحالك. قلنا هاد النقاط هادو، النقاط ديال الكوار والنقاط ديال يا الادريس. سو دابا من بعد ما بزاف الناس ملي يسمعوني غيفهموا انه ما يبقاش يخلع لكم بزاف قضيه المستضيف، لان الاغلبيه وديما السؤال كيتكرر المستضيف المستضيف المستضيف، ما لقيتش مستضيف، ما لقيتش اللي يستقبلني، انا غير بنت انا غير ولد ما كنلقى والو ما كنعرفش اللغه ما عمرني سافرت كنخاف هذه هذه. ما عمرك تخاف دابا من المستضيف؟ ما عمرك تخاف؟ انا من ديما كنقول يا ربي شي واحد يفهم انه راه كاين اير بي ان بي، راه كاين مثلا ديور اللي تتكلموا معها في فيسبوك ماركت بلايس بلا اير بي ان بي كدبينك وبينو ولا كيكون واحد البلاتفورم اخرين كاينين بزاف، فهمتيني؟ سو انت القضيه ديال المستضيف ما يخلعكش، حتى المستضيف انت باش تسهل عليه الامور، لان المستضيف علاش ما كيستقبلش الناس؟ ما باغيش يجيبك عندو للدار لانه ربما مزوج، لانه ما عندوش مع البشر، ما باغيش يجيبك عندو للدار تسيرك مع الطواليت هذه هذه خفله تجلس تما. انت باش تهني راسك وتبقى ديما مرفوع بحال قلتي قيمتك مرفوعه، فاش تجي لهنا ما تسكن حتى عند شي واحد، لانه اقسم لكم بالله وهذه التجربه والحمد لله نعيش بها، شي نهار اللي تجي لهنا وغتوصل ما غتلقاش هذوك اللي كيجيو يعيقوك في طريقك تيقول لك انا اللي جبتك، انا اللي درت لك، انا اللي وقفت معك، انا اللي فعلت لك، انا اللي درت لك، انا اللي هزيتك. وخصوصا الا وليتي مثلا واحد الشخصيه ولا شي حاجه معروف في الوقت، يبقاو يطلعوا ديما في مواقع اخرى بلايص اخرى يقول لك راه انا اللي جبتو، راه كان في الاخر ما عندو حتى شي ناس ما عندوش شي سليبات باش تنهي عليك انت كاع هاد الافكار البوزباليه. ابعد من شي حاجه اللي سميتهم هاد المحادثه المخربقه.